يسعد صباحكم من جديد، ورح نبدا باخبار الرياضه. ومن طواف السعوديه، السباق الكبير اللي اقيم على اعلى مستوى من الاحترافيه، شارك فيه 126 دراج عالمي من 18 فريق حول العالم، وتوج فيه الالماني فيلب هاوس من فريق ماكلارين البحرين، وبالمرتبه الثانيه ناصر بوهاني من فريق اركيا. اما الاجواء كانت غير بوجود الفرق الشعبيه الاستعراضيه. نبقى بالسعودية، وبعد منافسات امتدت لأربعة أيام اختتم رالي حائل 2020 اللي بينعمل كل سنة وبيعتبر الحدث الأهم بالشرق الأوسط برياضة السيارات. وشفنا بالرالي مشاركة من مختلف أنحاء العالم، أما الفائز فكان السائق السعودي صالح العبد العالي اللي صار له بيشارك من 10 سنين، وهي أول مرة بيحرز اللقب بأعلى فئة بالرالي. وفي دوري أبطال آسيا الليلة في عدة مباريات بدوري المجموعات، ومن فرقنا العربية رح يلعب الهلال أمام شهر خضر الإيراني، الوحدة الإماراتي أمام الأهلي السعودي، وكمان بختكور الأوزبكستاني أمام شباب الأهلي دبي، وأخيرا الشرطة العراقي أمام استقلال طهران. نتمنى لهم كل التوفيق يا رب. وإلى دبي وصلت بعثة الهلال لبدأ حملة الدفاع عن اللقب بأولى مباريات الفريق القارية 2020. وما فينا ننسى أن الهلال أحرز لقب 2019 أمام أوراوا الياباني، وللأسف ما رح يشارك محمد الشلهوب بسبب الإصابة، لكنه ما قصر وشجع صاحبه غوميز بهدية غريبة جدا، فنجان قهوة بحجم عائلي. واللي ما شاف آخر مباراة للهلال، احتفل اللاعب غوميز بهدفه بمشروبه المفضل، ومعروف عنه عشقه للقهوة العربية. يا شيخ ما كمل جو. What is this? Come on here. Give me gawa. Don't talk with me. Give me gawa. This is gawa. Coffee? When I drink gawa from Saudi, I will feel better. That's why I have pain. He didn't understand I want gawa. للأمانة غوميز عامل جو كتير حلو بالنادي، ولكن مو لدرجة أنه يحط شروط صعبة ليبقى. فاللاعب كشف أنه حابب يرجع على الدوري التركي، وتحديدا جلاتا سراي. شروط بقائه بالهلال هي أنه يحصل على أعلى راتب بالفريق، بالإضافة لمكافأة خاصة عن كل هدف بحققه محليا أو آسيويا. ويمكن هالشي بيفسر هدية القهوة، لأنه من الواضح أنه غوميز بده يصحصح شوي. مكافأة عن كل هدف، أساساً هذا واجبه أنه يحقق أهداف. على كل، في هدية تانية عملت ضجة على السوشيال ميديا، سيارة ما في منها غير 10 نسخ بالعالم، بتطلع من المطعم وبتلاقيها بانتظارك. وهذا اللي صار مع كريستيانو رونالدو اللي أهدته صديقته جورجينا السيارة المعدلة برابوس الألمانية اللي بيوصل سعرها $1,000,000. كتير ناس علقوا أنه جورجينا اشترتها من فلوس الدون بالتأكيد، بس مو مهم، المهم أنه ذكرته بهدية مميزة جدا جدا. بس اللي رزق بأحلى وأغلى هدية هو النجم محمد صلاح اللي رحب بكيان وهي بنته الثانية بعد مكة، وكانت زوجته ماجي بدها تسميها روز، ولكن صلاح أصر على كيان، وهو اسم عربي يعني الطبيعة والهدوء والأخلاق العالية. اسم مميز جدا، واللي عم بتميزه فعلا هن المشتركات السعوديات بدورة ألعاب الأندية العربية للسيدات بالشارقة، بعد ما ارتفع رصيدهم ل8 ميداليات، فكسبت العداء نورة سعود فضية 100 متر حواجز، وربحت رغد السليماني فضية سباق 5000 متر. الله 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 الله. موفقين يا رب، وما في أجمل من دعم الأهل أكيد. وكيف لما يكون الأب والأم والبنات بنفس النادي؟ هالأسرة البحرينية لفتت الأنظار لترابطها العائلي، الأختين مريم وفاطمة لاعبات، والدهم عبد الله هو مساعد مدرب، والأم مستلمة منصب إداري بالنادي، الله يحفظهم يا رب.
ونروح لأولمبياد طوكيو يلي أكدنا الأسبوع الماضي أنه ما في عليه أي تغييرات على توقيته، ولكن قررت بعض التعديلات حول مشاركة منتخب الصين للجودو بالتصفيات. فقرر الاتحاد الدولي ترشيح 14 لاعب ولاعبة للمشاركة مباشرة مع تخطي المنافسات التأهيلية لأنه ما فيهم يحضروا بالوقت الحالي. يعني حلو أن الاتحاد متفهم الوضع وحريص على مشاركة الصين. ويبدو أن الكورونا ما أثر على اللاعبين الصينيين وبس، ولكن أجبر أوديون إيغالو المنضم حديثا إلى مانشستر يونايتد أنه يتدرب لوحده ببريطانيا بعيدا عن فريقه اللي معسكر حاليا بمدينة ماربيا. السبب أنه اللاعب النيجيري جاي إعارة من فريق شنغهاي شينخوا وما صار له غير أسبوعين واصل من الصين، فحبوا يتأكدوا من سلامته بالأول. وبسبب الكورونا تورط ديلي آلي نجم المنتخب الإنجليزي، بس مو لأنه أصابه الفيروس، لأنه تعامل مع الموضوع بسخرية لما كان بمطار هيثرو الدولي. نشر سلسلة من الفيديوهات المسيئة لأحد الآسيويين اللي كان قاعد مواجهه وبدأ متخوف منه وكتب على الستوري إنه الكورونا، فتعرض لاتهامات بالعنصرية. والغريب أنه دايما بيشارك ديلي بحملة لا للعنصرية في الملاعب، فمن الواضح أنه كان عم بيحاول يكون طريف ووجد نفسه متورط بسلوك عنصري ما كان قاصده واعتذر بالتأكيد من بعده. والآن نرجع لهاني. هاني، أنت شو رأيك بالتصرف اللي عم عمله ديلي؟ والله تصرف غير مسؤول صراحة، ويعني ويمكن هو لاقى يعني ردود أفعال. هو يمكن هلا يعني بالفترة الأخيرة هاني هدى الناس كثير عم بتتمسخر على موضوع كورونا، بس يعني المشكلة إنه الكل عم بيشوف الكل عم بيتمسخر فصاروا يحسوه عادي. نعم. فيمكن عن جد هو ما نو قاصد وما تخيل إنه هو بموقعه رح أنت يعني أنت تشوفين إنه هو مو قصده يعني؟ أنا بشوف إنه مو قصده أكيد، بس هو صار يحس الموضوع عادي على قد ما الناس عم تتنقل النكات. نعم. فصرنا نشوفه عادي وطبيعي. لا أنت تبي تنكت تبي يصير جوك حلو تستظرف أوكي، بس لا تصور ناس لانهم من مكان معين ويعني وتقدر يصير استظراف على بشر. تبرت نمر يعني يمكن. شكرا يا علي. شكرا لكم. العافيه.